ألف سرزة وسرزة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. سوريون في الملعب. كنا نذهب إلى المدينة الجامعية بحلب منتصف الثمانينات من القرن الماضي للعب كرة القدم على ملعب ترابي بطريقة السداسيات، وكنا نذهب كفريق لنلاقي فرقا أخرى هناك من مختلف محافظات سوريا، يعني سكان المدينة الجامعية من طلبة المحافظات الأخرى. كما كان هناك إضافة للسوريين فريقا من طلاب أريتريا، وكانوا مميزين جدا بطريقة لعبهم، فقد كانوا يتوازعون الكرة فيما بينهم على عكسنا نحن السوريين جماعة حارة كل من إيده له على قولة نهاد قلعي أو حسني البرزان. وعلى الغالب كنا بعد المباراة نخرج من الملعب بأصوات مبحوحة من كثرة ما كنا نصرخ على المستحوذ على الكرة من فريقنا كي يفتح الباص، في حين كان الأريتريون يفتحون الباصات لبعضهم البعض دون أن تسمع أصواتهم حتى. وشاءت الظروف أن يأتي فريق الأريتريين بلاعب إضافي معهم، وكان فريقنا منقوصا للاعب واحد بالصدفة، فقررنا إشراك أنور الأريتري معنا كي لا يجلس على دكة الاحتياط. سر أنور كثيرا لمبادرتنا الطيبة وبدأ باللعب معنا. وكالعادة وصلت الكرة للأريتريين وبدأوا بتوزيع الكرة من لاعب لآخر إلى أن تم قطعها من أحد لاعبينا، فبدأنا بالصراخ باسمي افتح عبدو طبل قدام شوفني على يسارك عبدو إلى آخره، لكن عبدو لم يسمع. طحش رمى الكرة أمامه وراوغ لاعبا وصرخنا به أكثر، لك هات افتح باص، لكن هيهات عبدو لم يأبه بأحد. خسر الكرة وسقط على الأرض مدعيا الإصابة ثم نهض من جديد بينما كان الأريتريون يتوازعون الكرة. استطاع محمود الاستيلاء على الكرة من بين أقدام الأشقاء الأريتريين وشد فيها يا شباب، وبلشنا نصرخ افتحها محمود مد لقدام، لكن محمود لا يسمع أيضا. هنا تعلم أنور الأريتري الذي يلعب معنا أن عليه أن يصرخ أيضا، فبدأ يصرخ افتح باص يا أخ محمود افتح باص يا زميل محمود، لكن الزميل محمود شادد والكرة الآن مع محمود، ومحمود بيراوغ الأول وبيراوغ الثاني. يا خسارة، الفريق الأريتري يأخذ الكرة من محمود، والكرة الآن مع الفريق الأريتري الشقيق، والتوزيع شغال على أبو موزي بيناتهم، وهدف مثل فراء الوالدين أكلناه. سنطرنا يا أبو شريك، واستلم أبو أحمد الطابق وفات فيها يا قاتل يا مقتول، وبده يحط جول، وطحش أنور معه على جنبه اليمين، وانفرد أبو أحمد وصرخ فيه أنور افتح باص يا زميل أبو أحمد، لكن الزميل أبو أحمد بده يحط جول لحاله، مستحيل يفتحها، ويسدد وإلى خارج المرمى. يا خسارة. وهنا انتفض أنور الأريتيري محتجا وقال أنتوا ليش ما بتوزعوا لي الكرة؟ هي مسألة لون؟ هون قربت لعنده قلت له شو تفضل زميل أنور؟ عم تتهمنا بالعنصرية؟ قال إنه إيه ليش ما بتفتحوا لي باص لكان؟ طلعت فيه وقلت له يا زميل أنور شفت لي شي سوري بهالفريق فتح باص لسوري تاني؟ فكر أنور قليلا واسترجع صور المباراة في ذهنه وقال آسف يا زميل أنا تسرعت، أنتوا مو عنصريين بس بصراحة أنتوا أسوأ من هيك بكتير. هززت برأسي ضاحكا وأنا أصرخ بمحمود لك مد لقدام يا زميل زيكو مد لقدام، وكالعادة هيهات فالج. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.